أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام في لقائنا الأسبوعي في برنامج الاتجاه شمالا، والبحث في قضايا العالم فيما يتعلق بشمال المتوسط. في هذه الحلقة معنا موضوعان، ربما الموضوع الأول بطبيعة الحال هو الأكثر أهمية، حيث يتعلق بالعلاقات الفرنسية الأمريكية في ضوء زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى الولايات المتحدة الأمريكية لبحث ملفين مع الرئيس الأمريكي، كلاهما يتعلق بإيران. ويبدو أنه محاولة الرئيس الفرنسي ماكرون في إلزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالالتزام بالاتفاق الدولي فيما يتعلق بالنشاط النووي الإيراني باءت مهددة بالفشل. ففي مؤتمر صحفي تمسك كل منهما بموقفه، و يبقى الملف الثاني أيضا يتعلق بإيران، وهو دعوة فرنسا لبقاء القوات الأمريكية في داخل سوريا من أجل وقف المد الإيراني في المنطقة. على أي حال سنتعرف في هذا الموضوع الأول بطبيعة الحال وهو الأهم مع ضيفنا الكريم الأستاذ بهاء محمود، الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. بنرحب بك أستاذ بهاء، هنتعرف من حضرتك على رأيك في تحليل هذا الموضوع ورؤيتك وتوقعاتك لمستقبل هذا الاتفاق، بعد أن نتابع مع مشاهدين الكرام تقرير حول هذا الموضوع ثم نعود لنبدأ الحوار. ناقش الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدد من النقاط الخلافية الجوهرية في طليعتها الملف النووي الإيراني خلال زيارة ماكرون لواشنطن. وعبر الرئيسان عن رغبتهما في التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران يحل مكان الاتفاق النووي الموقع عام 2015. وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع ترامب في البيت الأبيض إنهما عقدا محادثات صريحة حول الملف النووي الإيراني، مضيفا أنه يأمل العمل على اتفاق جديد مع إيران، ومشيرا إلى احتمال أن يقوم ترامب بتنفيذ وعده الانتخابي بتمزيق الاتفاق الهادف إلى منع إيران من امتلاك القنبلة الذرية. وحدد ترامب تاريخ 12 من مايو القادم موعدا نهائيا لاتخاذ قرار بشأن الاتفاق. وأوضح الرئيس الفرنسي أن اتفاقا جديدا يجب أن يتضمن ثلاثة عناصر إضافية، هي برنامج طهران الصاروخي الباليستي والنفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، وهو ما سيحصل بعد عام 2025 المحدد في الاتفاق الحالي الذي ستتمكن بعده إيران من استئناف جزء من برنامجها النووي بشكل تدريجي. وأعلن الإليزي أن الرئيسين تحدثا عن الوضع الاقتصادي الأمريكي واستطلاعات الرأي حول رئاسة ترامب والتحضير لانتخابات منتصف الولاية في نوفمبر المقبل. كما شمل النقاش نقاط أخرى مثل تنظيم الإنترنت ومكافحة التطرف والإرهاب، لكنهما تطرقا أيضا إلى نقاط الاحتكاك مثل الرسوم الجمركية التي يريد ترامب فرضها على شركائه وتتعلق بالفولاذ والألومنيوم. من جهة أخرى رفضت إيران وموسكو رفضا قاطعا أي اتفاق جديد حول النووي الإيراني، منددة بإعلان الرئيسين الأمريكي والفرنسي عزمهما على العمل معا على نص جديد. وأعربت بعض العواصم الغربية مثل لندن وبرلين عن تشكيكها في التوصل إلى نص جديد، مجددة تمسكها بالاتفاق الموقع في يوليو من عام 2015. من جديد لحضراتكم التحية مشاهدينا الكرام، وأرحب معكم بضيفنا الكريم في هذه الوقفة من هذه الحلقة من الاتجاه شمالا، الأستاذ بهاء محمود الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. من جديد لك التحية أستاذ بهاء، والحقيقة يعني زي ما احنا متابعين الرئيس الفرنسي ماكرون بيحاول إنقاذ الاتفاق بإقناع الرئيس الأمريكي بالبقاء في هذا الاتفاق، ومن ناحية أخرى الرئيس الأمريكي يعني أعلن عن نيته في الانسحاب في 12 من مايو القادم، وفي ضوء تصريحات كثيرة بيبدو في شيء من التناقض في الموقف الفرنسي نوعا ما. يعني بعض التصريحات تشير إلى حالة من حالات التهديد للولايات المتحدة الأمريكية، بعض التصريحات الأخرى بتشير إلى معاني أخرى مثل أنه تم الاتفاق على بحث الاتفاق فيما يعني هو قادم. والحقيقة احنا مش عارفين
النتيجة هتكون إيه؟ أنت شايف المسألة إزاي في ضوء المحاولة الفرنسية ديت اللي البعض بيعتبرها فشلة؟ المحاولة الفرنسية إلى حد ما انسلخت عن الاتفاق الأوروبي الكامل حول أنه لا مساس بالاتفاقية نفسها. موقف ألمانيا وبريطانيا كانوا أقرب لعدم تعديل أي برود الاتفاقية، فيما في المقابل كانت فرنسا تميل لوجهة نظر وسطية إلى حد ما، لا هي مع إلغاء الاتفاقية ولا هي مع بقاء نفس البنود. فطرحت بعض الأفكار، منها أنه يشمل بنود جديدة تعديل مسألة تدخل إيران في بعض الدول كما تقول فرنسا، ومسألة الصواريخ البالستية، علما بأن الاتفاق النووي لم يشمل هذه المسائل، لأنه كان اتفاق فقط خاص بتخصيب اليورانيوم وامتلاك قوة نووية وامتلاك قنابل نووية، وبالتالي مسألة الصواريخ البالستية وامتلاك إيران ليها وتحديثها مسائل خارج الاتفاق. فرنسا تريد إدخال هذه المسألة، هذه المسألة مرفوضة تماما من جميع الأعضاء لأنها مسألة ليست ذات دخل في الاتفاقية. كذلك هذه الرؤية تعبر عن القضاء تماما. تقصد أمريكا مش فرنسا بقى؟ لا، فرنسا. أمريكا لها أفكار أكثر تطرفا من ذلك، لكن فرنسا هي من رأت فقط تعديل هذه المواد على اعتبار أنها تضمن بقاء الاتفاقية كما هي، وفي نفس الوقت تعمل على عدم إلغاها وإرضاء أمريكا من ناحية أخرى. لكن هذا الكلام غير مرفوض من أكثر من جانب، لأنه عندما تم التوافق على هذه الاتفاقات كان من المعروف وضع إيران في الدول العربية ودول العالم وعلاقتها جميعا ونفوذها، فمن ثم ما الجديد الذي يجعل إيران توافق على هذه التعديلات؟ ما هي المكاسب التي سوف تعود على إيران مقابل ذلك؟ ما هي التنازلات التي ممكن تقدمها الغرب لإيران؟ لا يوجد. كذلك عندما نرى إنه فرنسا تتحدث في خطابها الرسمي على إنه إيران لا يجب أن تمتلك نووي، أن إيران يجب أن تقلل من نفوذها في الشرق الأوسط وخاصة ملف في سوريا، كلها ملفات سياسية لا تتعلق بتقديم شيء لإيران، وبالتالي إيران ليست مجبرة على الموافقة. في المقابل الولايات المتحدة الأمريكية لديها بنود إلى حد ما غاية في التطرف، عندما أتكلم على أنه تريد دخول مفتشي الأسلحة النووية ونقطة الحظر في جميع المنشآت العسكرية لإيران، عندما تريد أن تلغي الترسانة النووية بالكامل حتى التي تستخدم في المسائل السلمية، عندما تريد تفكيك المسائل المدن المحددة، كل هذه الأشياء يعني خارج الاتفاق، بالإضافة أنها تتحدث عن الولايات المتحدة في حال انسحابها أو في حال وفاء ترامب بوعده بالانسحاب من هذا الاتفاق في 12 مايو، وهذا الرجل كما عهدناه يعني مع أي تقييم له هو لا يرجع في وعوده، على الأقل هذه ملاحظة على سلوكه السياسي. في حال أقدم على هذا الانسحاب، ما هي الاستراتيجية الأمريكية؟ يعني ما الذي يمكن أن تتخذه الولايات المتحدة لتقرر التفتيش إلى آخره فيما يتعلق بإيران؟ مسألة التفتيش ليس بيد أمريكا، هي هناك أمم متحدة وهناك منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وحظر الأسلحة النووية ووكالة الذرية. تقارير الوكالة الذرية منذ فترة قريبة أشادت بوضع إيران وأشادت بالتزام إيران بالتفوق النووي، هذا من جانب. من جانب آخر، أمريكا ليست لها سلطة في الأصل على هذه المنظمات حتى لو كانت لديها نفوذ وقوة، فليس من حقها أن تدفع أو تأمر هذه المنظمات بتفتيش داخل إيران. كذلك أنه من بنود الاتفاق النووي أنه إذا تم تعديل أي بند يجب موافقة الجميع، فنتحدث على موافقة الصين، موافقة روسيا، موافقة فرنسا، موافقة ألمانيا، موافقة بريطانيا، وهذه الدول جميعا ليست موافقة على ما يرده أمريكا. من ناحية أخرى، استراتيجية أمريكا تبنى على مفهوم توقيع عقوبات اقتصادية والضغط على المسائل الاقتصادية التي تحتاجها إيران، مثل وفي الحالة دي هتصطدم بالمصالح الأوروبية الفرنسية والبريطانية والألمانية. في الحقيقة أوروبا، أمريكا لا يعني في الفترة الأخيرة لا تعتني أصلا بالمصالح الأوروبية، والدليل على ذلك عندما أقرت عقوبات على روسيا لم تأخذ في اعتبارها المصالح الاقتصادية الأوروبية في علاقتها مع روسيا، لأن هناك علاقات أوروبية اقتصادية قوية مع روسيا رغم كل ما يحدث في أوكرانيا ورغم الاختلاف ورغم الخطاب السياسي العدائي ضد الطرفين، لكن روسيا محور هام في تصدير الغاز لأوروبا، ومع ذلك ترامب أقدم على توقيع عقوبات روسية.
على روسيا. من الناحية الأخرى توجد علاقات قوية اقتصادية بين إيران وألمانيا، لدرجة إنه ألمانيا تضمن إيران في ضمانات قروض دولية، وتضمن علاقات تجارية بين ألمانيا وعدد دول تصل إلى حوالي 20 مليار يورو. هذه 20 مليار يورو التي تضمنها ألمانيا لصالح إيران في حيال تم إيقاف البرنامج النووي، الاتفاق النووي، وتوقيع عقوبات اقتصادية على إيران، من شأن هذه المبالغ أن تصب في صالح من؟ تصب في صالح خسائر لألمانيا. كذلك الشركات الألمانية تتخذ من إيران سوق واسع تستغله في تصدير فائض الإنتاج. طيب أنت لو حضرتك استمرت في البحث ده هنوصل للسؤال الثاني، اللي هو إيه الثمن اللي ممكن يدفع لترامب كي يبقى ملتزما بهذا الاتفاق حتى حين؟ ترامب غير واضح في الاتفاق في الثمن الذي يحتاجه. ترامب يتكلم على عقوبات فقط، يتكلم على عدم التزام إيران باتفاقية، برغم أن هو لا يوجد بند واضح صريح أن إيران أخلت به. ترامب يتحدث على فقط تقوية الجانب الحلفاء في الشرق الأوسط من أنها تدعم مواقف ضد إيران، وبالتالي هو يعتقد أنه عندما تدفع دول الشرق الأوسط أموالا أو مقابل وقوف أمريكا ضد إيران، فبالتالي هو يعتقد أنه ده ثمن مقنع له في حالة الخروج عن الاتفاق النووي. هو يعتقد برضو أنه على الاتحاد الأوروبي أنه يوافق على آراءه، وبالتالي عليه أن يدفع هو ثمن آخر لترامب. فهو يعني يعمل على مصارين، المصار الأول ضغوط على الاتحاد الأوروبي للوقوف بجانبه في هذه المسائل، ومن ثم يستغل مسائل مواضيع مثل الضغط في اتفاق الألمونيوم والحديد والصلب وكل هذه المسائل المتعلقة بفرض رسوم جمركية، والضغط على الشركات الأوروبية في هذه الناحية، ومن ناحية أخرى يضغط على النفوذ الروسي وعلاقتها بإيران في ملف سوريا، عندما تحدث على خروجه هو من المشهد أو خروج القوات الأمريكية من المشهد واستبدالها بقوات عربية، فبالتالي يحدث نوع من الحرب الإيرانية العربية، وتخرج الولايات المتحدة من المشهد فقط تستغل بيع صفقات أسلحة للدول العربية تدخل في حرب مع إيران. ده هذا السيناريو الذي يرسمه. ده المشهد اللي احنا ربما يعني كتير من المحللين أجمعوا عليه بأنه هي عقلية ما بين قوسين، السمسار أو رجل الأعمال في التعامل مع أزمات الشرق الأوسط وفيما يتعلق بالملف الإيراني تحديدا. ولكن يبدو أنه في إشارات كتيرة بتقول أن الولايات المتحدة سياستها تجاه إيران مع وجود ترامب الفترة القادمة هتكون يعني مختلفة أو محورية، يعني ليس ببعيد إقالة أو استقالة وزير الخارجية الأمريكي السابق على إثر الخلاف ما بينه والرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بالتعامل مع الملف النووي الإيراني ومع أوضاع إيران في المنطقة. هو السؤال إذن أنت متوقع أنه ترامب يفي بوعده فيما يتعلق بالانسحاب من هذا الاتفاق؟ أعتقد أنه في بنسبة كبيرة سوف ترامب يوقف الاتفاق النووي، وبعدها بحوالي بحد أقصى 60 يوم يتم إرجاع العقوبات الاقتصادية مرة أخرى على إيران، ومن ثم نوع من التحفظات والعداءات ضد الاتحاد الأوروبي ومصالحه مع أمريكا، في ظل أنه حتى الآن برضو لم يعني يقف بجوارهم في مسألة الحديد والصلب، لم يقف بجوارهم في مسألة الأزمات في الناتو وتصريحاته الدائمة أنه على أوروبا أن تدفع ثمن حماية أمريكا لها، وبالتالي كل هذه الملفات تدعو أنه حتى حلفائه هو ضدهم. هو لا يريد دفع ثمن أي شيء في هذه الصفقات، على العكس يجب أن يكون في المفاوضات في ثمن. ما سوف يدفع الغرب ضد إيران الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا يوجد ثمن، لا يوجد ثمن واضح وصريح. هنرجع لمدى التزام ترامب الرئيس الأمريكي بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتأثير ده على السياسة الخارجية الأمريكية في الفترة القادمة في تحليل حضرتك، بعد أن نتلقى هذا الاتصال الهاتفي بعد إذنك مع الأستاذة فابيولا بدوي الكاتبة معنا عبر الهاتف من باريس. أستاذة فابيولا مساء الخير، وكيف تقرأين يعني الخلاف الفرنسي الأمريكي في بعض الجوانب فيما يتعلق بالاتفاق الدولي فيما يتعلق بالنشاط النووي الإيراني والخلاف في نقاط أخرى؟
مساء النور. يعني مبدئيا بالنسبة لفرنسا لم تحدث مفاجآت كبيرة. ذهب الرئيس الفرنسي إلى الولايات المتحدة وهو يحمل عدد من الملفات الخلافية بأكثر من عدد الملفات التي يوجد اتفاق عليها. في مقدمتها كما ذكرت حضرتك الملف النووي. الملف النووي صرح إيمانويل ماكرون قبل سفره بشكل واضح أنه لا يحمل بديلا، ولكن يعني أثناء الزيارة بدأت اللهجة تتغير قليلا بأن الاتفاق يجب أن يسري، ولكن يجب أن يكون هناك اتفاق أكبر وأن يضم بعض البنود وما إلى ذلك، في محاولة لاستمالة الرئيس الأمريكي أو حتى على تعديل موقفه. اسمحي لي أستاذة فابيولا، يعني هل هي محاولة للاستمالة فعلا أو لتقريب وجهات النظر أو لتحجيم يعني الشرود في السياسة الأمريكية في عهد ترامب، أم أنه بالفعل اتفاق على يعني الخوف من مخاطر تصاعد دور إيران في المنطقة، ويريد كل منهما أن يستفيد سواء بهذا الاتفاق أو بأوضاع جديدة في اتفاق آخر أو عدم وجود اتفاق، يعني كما يرى الرئيس ترامب؟ يعني كيف تقرأين المشهد بصورة يعني أفضل؟ بشكل عام أحد البنود المطروحة هي الصواريخ البالستية. وكان من قبل طرح إيمانويل ماكرون حينما وجد التشدد الأمريكي بعد انتخابات السيد ترامب، طرح أنه يمكن أن يكون هناك ما يشبه الاتفاق المرفق بالاتفاق العام، وألا يمثل تمثل اتفاقية نفسها، ولكن يكون لها يعني ما يشبه المرفقات فيما يخص الصواريخ البالستية. وعلى الرغم من هذا صرحت إيران على الفور أن هذا الملف لا يمكن بحثه، وأن ما تم بحثه في الاتفاقية هو ما يتم الالتزام به، ولو كانوا يريدون مناقشة هذا الملف لنوقش أثناء الاتفاقية. فهذا أحد البنود المعروضة اليوم، يعني جس النبض من قبل إيمانويل ماكرون ووجد رفض كامل وواضح وصريح، بل على العكس يعني جاءت بعض الإساءات من إيران موجهة إلى باريس. أيضا مسألة أن نبحث ما بعد 2025 كيف يمكن أن نوقف إيران عن تخصيب اليورانيوم، يعني هذه مسألة فضفاضة. يعني هذه البنود التي يعني اليوم يقال أنها ستكون الاتفاق الأكبر. بداية هنا في فرنسا هناك من يتساءل هل هو اتفاق رؤساء أم هي اتفاق دول، لأن المسألة ليست مسألة هي دي النقطة اللي أنا كنت لسه هوصل ليها مع حضرتك، لأنه هو ينتظر أن يكون في مفاوضات مع كوريا الشمالية. السؤال هنا يعني مدى إلزامية الاتفاقيات الدولية ومدى تأثير ده على المفاوضات مع كوريا الشمالية، إذا كانت دولة بحجم الولايات المتحدة الأمريكية رئيسها اليوم يتفق على شيء ورئيسها غدا ينقض هذا الشيء؟ هذا ما تتمسك به يعني أو تتمسك به القوى السياسية هنا في فرنسا أيا كان الطرح الذي يطرحه الرئيس. هل نحن أمام دول وأن هذه الدول تضع حينما توقع فإن الرئيس يوقع كمندوب عن الدولة أو ممثل للدولة، ولكن هذا التزام دولة حتى ولو كان هناك بعض المضايقات تراها بعض الدول من قبل إيران، ولكن هل أخلت بالاتفاق؟ ما دامت لم تخل بشكل صريح بالاتفاق تبقى المعاهدات سارية، لأنها معاهدات بين دول وليست بين أشخاص. وبالتالي هنا في فرنسا هناك نظرة أن المسألة ليست أن هل إيران تتدخل في شؤون الغير أو لا تتدخل، هل إيران تمثل خطر أو لا تمثل خطر. يعني فرنسا لا تريد، السياسيون هنا في فرنسا لا يريدون تسجيل سابقة بأن الاتفاقيات بين الدول لا تحترم. وبالتالي طيب. إيمانويل ماكرون في مأزق حقيقي، وهو في واشنطن الآن هو في مأزق حقيقي. ولم يحصل على الكثير، ولكن بدايات نوايا حسنة ربما تسير إلى الأمام وربما لا. بدايات نوايا حسنة من أستاذة فابيول؟ من الرئيس ترامب؟ بدايات نوايا حسنة أيضا لوح بها إيمانويل ماكرون لأمريكا، لأن أمريكا اشترطت على الأوروبيين
أن يمارسوا ضغوطا قبل أن تمزق هذه الاتفاقية. وبالتالي هو الآن يضع تصور أكبر وأن يمكننا التفاوض ويمكننا البدء من جديد، ربما يريد كسب وقت. والحقيقة يعني بعض المحللين بيتجه لأنه الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق في 12 من مايو القادم، لكنها ستؤجل تطبيق العقوبات التي يمكن أن تنعكس سلبا على مصالح الدول الأوروبية الثلاث، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. وكافة التحليلات هنا تشير إلى نفس المنحة. طيب سؤالي الأخير لحضرتك، يعني قراءتك للموقفين، طبعا الموقف الإيراني شيء طبيعي أنه يرفض هذا الحديث الفرنسي الأمريكي ويرفض هذه النوايا، وأيضا يعني الموقف الروسي الذي أعلن أنه لا بديل عن هذا الاتفاق في الوقت الحالي. يعني كيف تقرئين الموقفين، وخاصة أنه يعني يشبه نوع من أنواع التحالف الروسي الإيراني؟ يعني هناك بالفعل الكثير من النقاط التي اتفق فيها روسيا مع إيران، وفي ملفات كثيرة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، روسيا أيضا تشعر أن هناك تحدي مباشر لها من قبل الرئيس الأمريكي، وأن هناك رغبة حقيقية في فرض سياسة القوة وتحجيم روسيا في الكثير من الملفات. وبالتالي روسيا في أي ملف يمكن أن تتحالف فيه وأن تبدي قوتها هي تفعل هذا، وفي أي ملف يمكن أن تحرج به أمريكا المؤسسات وليست أمريكا الرئيس، لأن ما يبقى في الولايات المتحدة هو مؤسسات الولايات المتحدة، هو نظام الولايات المتحدة واحترام الدولة لتوقيعاتها وليس الرئيس. نعم. وتغير الرئيس. نعم. وبالتالي روسيا أيضا تمرر رسائل، هناك رسائل متبادلة منذ فترة في أكثر من ملف ما بين واشنطن ما بين موسكو. نعم. وبالتالي هذا التحالف أو التقارب الروسي الإيراني هو منطقي جدا في هذا الملف. نعم، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وعلى هذا التحليل، الأستاذة فابيولا بدوي الكاتبة الصحفية من باريس، شكرا جزيلا لك. وبعود لضيفي الكريم هنا في الاستوديو الأستاذ بهاء محمود الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن كان لك تعليق ورأيك أيضا في الدعم الروسي، ويفترض أن هذا الاتفاق تم يعني بموافقة أو بتوقيع الدول التي تمتلك السلاح النووي، الدول العظمى إضافة إلى أمريكا وبريطانيا وفرنسا، كانت هناك أيضا روسيا والصين وألمانيا 5+1. والسؤال يعني كيف ترى موقف الصين إضافة إلى موقف روسيا؟ الصين لها أكثر من مصلحة في بقاء هذا الاتفاق. نعم. من جانب هي ترى أنه هذا الاتفاق يضمن بقاء إيران في تنشيط منشآتها النووية في الأغراض السلمية، ودعم علاقاتها القوية بإيران وبقاء إيران في المحور التحالف مع روسيا. من جانب آخر، إيران أقصد الصين كانت ترغب في تهدئة الأوضاع في بين الكوريتين، فعندما كانت وسيطة في مسألة الاتفاق اللقاء القادم بين الولايات المتحدة الأمريكية وترامب. لكن في هذه الأونة عندما نرى موقف الولايات المتحدة الأمريكية، قد تخوف الصين وكوريا الشمالية أيضا من عدم مصداقية ترامب في الاتفاق مع كوريا الشمالية، وبالتالي مسألة أنه كوريا الشمالية تتراجع عن تخصيبها للنووي ومسألة الأسلحة النووية، بعتقد هيكون في تراجع في هذه المسألة، خاصة أنه إذا لم تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية في اتفاق النووي والاتفاق الأكبر واللي دول كبرى وافقت عليه، هل من الممكن أن تبني اتفاقا جديدا مع كوريا الشمالية إذا لم تلتزم بالاتفاق مع إيران والدول الكبرى؟ هل تلتزم مع كوريا؟ بعتقد لا. وبالتالي الاتفاق ده في حد ذاته كان أخذ سنين يا أستاذ بهاء. ما هو من هذا المنطلق البدايات تدل على هذا المشهد. إذا كان بعد سنوات من إدارة أوباما تم الاتفاق على هذه المسألة، وفي أقاويل أنه الاتفاق نفسه أخذ 20 عاما في المباحثات، وبالتالي كان أكثر من إدارة سواء الجمهوريين أو الديمقراطيين، فعندما يأتي رئيس جمهوري ويلغي هذا المسألة لن التراشق المباشر ما بين إيران والولايات المتحدة مع عزل بقية الأطراف، مع كل التقدير لتأثيرها، مش التقدير الأدب والمعنوي، التقدير من ناحية القوة في التأثير، يعني هو اللهجة الإيرانية بتحذر من عواقب وخيمة حال انسحاب ترامب أو انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الاتفاق تحديدا، يعني
على الجانب الآخر البعض بيقرأ موقف ترامب على أنه أيضا موقف ما بين قوسين رجل أعمى، يعني له أربع مآخذ على هذا الاتفاق، يريد أن يتفاوض على نقطة نقطتين، كل مكسب له إضافة. فكيف تقرأ الموقف الإيراني والأمريكي فيما يتعلق بمواجهتهم لبعض، وخاصة أنه في خطوة استباقية إيران اعتمدت العملة الأوروبية اليورو كعملة دولية للمبادلات التجارية بدلا من الدولار، فيبدو أن المشهد بيتصاعد. المشهد يتصاعد، لكن عندما نتكلم على المفاوضات أو سياسة المبادلة والتجارة نجد أنه إيران تتحدث بلغة تحذير ولغة سياسية، في المقابل ترامب في العادة لغته تهديدية إلى حد ما ولغة حروب، لكن إيران لا تتحدث، إيران تتحدث عن لغة سياسة، تتحدث على أنه ما المقابل وأنه كان في اتفاق يجب أن يحترم وهذه المسائل. في المقابل ترامب بتحدث عن مسائل حقوق الإنسان في إيران، وكأن حقوق الإنسان في إيران فقط التي لديها متحفظات، يتحدث عن النفوذ الإيراني في الدول وكأن باقي الدول ليس لها نفوذ، كأن أمريكا تتدخل في الدول، ربما تتدخل، العالم كله يتدخل في شؤون البعض، وبالتالي هذه المسائل غير سياسية، يعني ليست على الطاولة السياسية الحقيقية، بل هي فوضى في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي إيران ليس مجبرة على تقديم تنازل في هذه المسألة. إيران تتحدث بلغة سياسية واضحة واتفاق واضح، وتتحدث على بنود واضحة، وتتحدث عن لغة مفاوضات. ماذا سوف تقدم لي؟ لا شيء، ترامب لا يريد أن يقدم شيء. هنرجع للنقطة دي ونحاول نعرف إيه السر وراء ده، وممكن نتكهن ببعض الأسباب، لكن خلينا نحاول نستطلع رأي آخر من واشنطن من قلب الحدث زي ما بيقولوا. معنا الأستاذة هبة القدسي مدير مكتب الشرق الأوسط في واشنطن. أستاذة هبة تحياتي لحضرتك، وكيف تقرأين تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا اللقاء وفي هذه السجالات مع الرئيس الفرنسي؟ هو في الحقيقة زي ما ذكرت أن هناك موقف أمريكي من الرئيس دونالد ترامب متشدد تجاه الصفقة الإيرانية التي أبرمتها الدول الستة والولايات المتحدة في عام 2015. الرئيس ترامب يرى أنها صفقة سيئة، صفقة لم تراعي ما يسمى بغروب الشمس، بمعنى أن هناك قدرة لإيران على معاودة تخصيب اليورانيوم بعد مرور 10 سنوات من عام 2015. طب اسمحي لي بمقاطعة صغيرة أستاذة هبة، يعني وربما تكون من الواقعية السياسية، معلش عفوا، حتى لو افترضنا بقدرة إيران على تخصيب اليورانيوم أو امتلاك السلاح النووي، هو السؤال هنا يعني لماذا يعني الولايات المتحدة الأمريكية سواء في عهد ترامب أو في غيره تسعى لعدم يعني قدرة هذه الدولة على تخصيب اليورانيوم وبالتبعية قدرتها على امتلاك السلاح النووي في يوم من الأيام؟ هل ذلك خوفا على دولة إسرائيل فقط أم لحسابات أخرى؟ هي في الأساس ليس هناك ثقة في النظام الإيراني ولا النظام الكوري الشمالي. هناك دول مارقة تعتبرها الإدارة الأمريكية دول مارقة لا يمكن الركون أو السماح لها بامتلاك أسلحة نووية، لأنها ستحاول استخدامها. في مقابل دول مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وغيرها من الدول التي تمتلك بالفعل قنابل نووية، لكن هناك ثقة في أنها لن تقدم على استخدام هذه ما لديها من ترسانة نووية. إيران أبدت موقف واضح أنها تريد فرض الثورة الخمينية على منطقة الشرق الأوسط. واضح تدخلها في عدة دول من المنطقة، من لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى البحرين إلى اليمن إلى السعودية. هناك طبعا ده مش دفاع عن السياسة الأمريكية، أنا عارف أن حضرتك بتشرحي ومبررات السياسة الخارجية الأمريكية في عهد ترامب. طبعا اتفضل. فالجانب الأمريكي يرى إيران دولة مارقة لا يمكن الوثوق في، وليس فقط الجانب الأمريكي وإنما الجانب الأوروبي أيضا. حديث الرئيس ماكرون اليوم أمام الكونغرس الأمريكي هو يقول بالفعل لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، لا بعد 5 سنوات ولا 10 سنوات وللأبد. لكن علينا احترام هذا الاتفاق الذي تم توقيعه.
يمكن ما يقدمه الرئيس ماكرون. وعندما تأتي أنجلا ميركل إلى 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 واشنطن يوم الجمعة ستساند هذه الرؤية الفرنسية أنه يمكن إبرام اتفاق جانبي يعالج المخاوف الأمريكية فيما يتعلق بقدرة إيران على استئناف تخصيب اليورانيوم بعد عدة سنوات، فيما يتعلق بتجاربها البالستية، فيما يتعلق بتدخلها في دول منطقة الشرق الأوسط ومحاولات فرض النفوذ، فيما يتعلق بامتلاك إمكانات نووية. هذه هذا الاتفاق الجانبي هو ما يروج له الحلفاء الأوروبيين لإقناع إدارة الرئيس ترامب بالبقاء في هذا الاتفاق وعدم الانسحاب منه. يحذر الحلفاء الأوروبيون من أن أي تراجع أو انسحاب أمريكي تقرره إدارة ترامب في 12 مايو المقبل سيؤدي إلى نتائج قد تشعل حربا في المنطقة بتهديدات إيران يعني إذا انسحبت أمريكا ستنسحب هي الأخرى وستستأنف برنامجها النووي. فأنت هنا أمام حاليا أمام حرب تصريحات من الجانب الأمريكي يقابلها تصريحات من الجانب الإيراني. وحتى 12 مايو المقبل ماذا ستقرر إدارة ترامب؟ الآن وفقا لمحللين ووفقا لمصادر داخل البيت الأبيض يبدي الرئيس ترامب توافقا إلى حد كبير مع الرئيس ماكرون ومع ما عرضوا من حل توافقي بإبرام هذا الاتفاق ومحاولة تقييد قدرات إيران. أشكرك. يعني هناك احتمال لبعض الأمن. بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وعلى هذا العرض والتحليل الأستاذة هبة القدسي مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن. شكرا جزيلا لحضرتك. وبرجع لضيف الكريم الأستاذ بهاء محمود الباحث في مركز الأهرام. إذا كنت لم تستمع جيدا للحديث جميل، النقطة اللي ممكن أن نضيفها إلى ما قالته كنوع من أنواع التساؤل إضافة للتعليق، لماذا اختار ترامب من وجهة نظرك يوم 12 مايو؟ هل صدفة؟ هل لأنه موعد مقارب؟ هل لأنه موعد مقارب لموعد زيارته للمنطقة في حال حضر نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس؟ لماذا اختار هذا الموعد تحديدا يعني؟ يعني هو لا يوجد وضوح في هذا الموعد، لكن هذا الموعد يتقارب مع زيارة كوريا الشمالية وفي نفس الوقت يتقارب مع مسألة تحويل القدس. هو يرسل رسائل كبرى لاستراتيجية ترامب في هذه القضايا، لأنها للأسف إلى حد ما قضايا مرتبطة ببعض وليست منفصلة، يعني توضح مدى سياسة أمريكا الخارجية على يد ترامب في علاقتها بالدول وعلاقتها بالشرق الأوسط. عندما تحدث على نقل السفارة، نقل السفارة هو مساندة واضحة لإسرائيل، لكن في نفس الوقت إسرائيل كانت متخوفة دائما وترفض الاتفاق النووي. فهي رسائل لدعم موقف إسرائيل. معنا النقطة اللي أنا كنت عايز أرجع لها يمكن معاك ويمكن حضرتك استمعت لتساؤلي مع الأستاذة هبة، هو طبعا ليس دفاعا عن إيران. أنا مبدئيا لدي تحفظات عما قالته. الفكرة يعني لماذا تنتهج هذه السياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه إيران تحديدا مع ترامب؟ هل خوفا على إسرائيل فقط أم لأسباب أخرى؟ يوجد سببين. السبب الأول وهو القديم الأزلي، أنه كان هناك دول بعينها في الشرق الأوسط تتخوف منها إسرائيل. كان من هذه الدول سوريا والعراق وإيران، أيا كان الترتيب لهذه الدول. يعني عندما تحدث عن انهيار العراق ثم انهيار سوريا، من يتبقى حليف، من يتبقى عدوا واضحا لإسرائيل؟ إيران. وبالتالي عندما نتحدث عن تدمير إيران، تدمير قوتها، خلاصها من كل أسلحتها القوية التي تمثل تهديد لسوريا حسب لإسرائيل حسب زعمها، فبالتالي نتحدث على وجود إسرائيل كقوة عظمى في الشرق الأوسط منفردة. هو الحقيقة برضو يعني اسمح لي أقول يا أستاذ بهاء، ويمكن ده ما يكونش رأيي الشخصي بقدر ما هو نقل لمختلف الآراء من خلال هذه المائدة الحوارية، يعني هو البعض بيرى انه ايران هي السبب فيما وصلت اليه، مش اوضاعها مع الغرب بس لكن المنطقه ايضا، يعني وسلاحها المحتمل ليس لتهديد اسرائيل بقدر ما هو كان تهديد لجيرانها من العرب والمسلمين. وتساؤل الان اذا كان للعرب مصلحه في تقويض او في تقليم اظافر ايران في المنطقه او عدم امتداد نفوذها
بصورة أكبر لأي سبب من الأسباب، فلما لا أنه يكون ده باستخدام القوة والنفوذ الأمريكي. لكن في كل الأحوال إحنا ما بنبررش سياسة أو بندافع عن سياسة، إحنا عايزين نقرأ المشهد بشكل كافي. هل ما يفعله ترامب يعني كأنه يقذف أكثر من عصفور بحجر واحد؟ في البداية نعم، لكن عندما تحدث على هذه القراءة فإحنا نتحدث على قراءة أمريكية فقط، وقراءة تصور مشهد إلى حد ما خيالي. يعني نتحدث على النفوذ إيراني في الدول العربية وغيرها. طيب من الذي دمر العراق؟ الولايات المتحدة الأمريكية. من الذي ساهم وساند ودعم الحركات الإرهابية في سوريا؟ الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول العربية. من الذي حتى الآن ساهم أيضا في تخريب ليبيا؟ الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. حتى لو كان أوروبا النصيب الأكبر في تخريب ليبيا، لكن كانت مساندة مباركة الولايات المتحدة الأمريكية. هل وجدنا إيران قامت بتخريب العراق في 2003؟ هل وجدنا إيران وقفت مع داعش وضد النظام السوري؟ في المقابل نجد أن لولا دعم إيران وليس الدفاع عن إيران، أكيد لها واضح ومعلن أنها لها مصالح في سوريا ونفوذ وقوة وهكذا، لكن في المقابل هل الذي دعم النظام السوري وبقى الدولة السورية كان إيران أم داعش وحلفائها؟ الذي وقف أمام انتصار سوريا الحقيقي والمعلن والذي يهدد دول كثيرة تخشى رجوع سوريا قوية ودولة إقليمية قوية، تمام؟ من؟ إيران هي التي دعمت بشار في بقائه، مع العلم أنه بشار مثل أي مستبد، تمام؟ لكن الآن أمام خيارين، هل نقبل بوجود رئيس لفترة انتقالية أو لفترة قد لا تطول مع بقاء الدولة السورية، أم نهد سوريا ونسلمها للحركات الإرهابية؟ أنت حضرتك بتعرض كده يعني وجهة نظر، طبعا إيران إن صح التعبير مش وجهة نظرك الشخصية، في أنها ما حققتش حسابات مصالح، مش ليست سقوط دول بقدر ما دعمت يعني الدول العربية. أنا النهاردة ما خلينا نرجع لنقطة ختامية. حضرتك شايف يعني الاتفاق الدولي فيما يتعلق بالاتفاق النووي مع إيران مستقبله ايه؟ اقرب الى الانهيار الى لو توصل تم الضغوط على الاتحاد الاوروبي بانه يكون في صالح ترامب، وهذا الامر الى حد ما مستبعد، لكن في المستقبل قريب توقيع عقوبات على إيران وعلى روسيا ايضا، ومن ثم تضاربات وعداء ما بين من ناحية ألمانيا والاتحاد الأوروبي، وأقصد ترامب. ما لم يقدم ترامب بعض تنازلات حتى ولو لصالح الدول الأوروبية، مسألة فرض رسوم جمركية، مسألة شراكات اقتصادية وهذلك، وحتى الآن لا يبدو ذلك. يعني وزي ما بيقولوا ما فيش أقرب من الأيام، أقل من يمكن 20 يوم وهنشوف يوم 27 ابريل في لقاء بين ترامب وميركل، قد يكون على المطاولة نفس المحادثات التي تختص بالاتفاق النووي. هيبه، بشكرك شكر جزيل، شرفتنا. الاستاذ بهاء محمود الباحث في مركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه، شكرا جزيلا لحضرتك، على امل اللقاء مره ثانيه في القريب العاجل ان شاء الله. والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، وقت حلقتنا انتهى. في الأسبوع القادم في نفس الموعد يتجدد اللقاء بمشيئة الله مع الزميلة أمل رشدي، وحلقة جديدة من برنامج باتجاه شمالا. حتى ذلك الحين ودوما دمتم في أمان الله.